طيب نستكمل حديثنا الآن لو سمحتوا. هلأ بنيجي لآخر إشي اللي هي إيش بنسميها الكونكلوجن، اللي هي إيش الكونكلوجن اللي بتختم فيها الموضوع، بتكتب استنتاجك أو رأيك في الموضوع، وهاي ضروري تكون موجودة. شوف نبدأها بكلمة نترجمها بالله فاينالي. الأف لازم تكون كابتلت لأنه بداية، ديروا بالكم، بعدين كوما في النهاية. I'd like to say، أود القول، that I hope، أن أأمل، I have given enough، أنني أعطيت enough and useful، enough كافي، useful مفيد، information معلومات about، وتكتب اسم الموضوع about internet about woman وهكذا. suggesting good ideas، مقترحا، ولقد اقترحت يعني good ideas أفكار جيدة، and views وآراء، to be taken into consideration، حتى تأخذ بعين الاعتبار، taken تأخذ، consideration بعين الاعتبار. طيب بتحط نقطة الآن. I strongly، إنني بقوة، believe أؤمن، يعني إنني أؤمن بقوة، that whatever changes، يعني مهما كانت التغيرات، changes may occur تحدث أو happen in society، في المجتمع، it is the responsibility، فإنها مسؤولية of everyone، مسؤولية كل واحد فينا contribute، أن يساهم إيش in improving our society، في تطوير مجتمعه، as well as our lives، وحياتنا أيضا. إذا هاي شو بسموها؟ هاي بسموها conclusion. صار عندنا ثلاث اللي هي introduction، لاحظ، وعندنا إيش البادي، وعندنا إيش الconclusion. يعني هذول الطالب ممكن يحفظهم، وإذا نسي إشي حكينا مش مشكلة، ممكن يجيب جملة من عنده مش ذات أهمية، بس بتركز لي على البادي اللي تكتب فيه من عندك، تستخدم فيه الإرشادات اللي حكيت لك إياها بشكل كبير. هلا في عندنا شغلة مهمة جدا لازم كمان نحكيها لو سمحتوا، ننتقل هون على الورقة. هلا في أنا محاول أساعدكم يعني بعض الجمل والتعبير والكلمات المهمة لاستخدامها في الموضوع. يعني ممكن أنا استخدم، طلع in the first place I think، في المقام الأول أعتقد. شوف جمل هاي، no one can deny the fact that، لا أحد ينكر الحقيقة، أن imagining you were given a chance، the chance to، يعني تخيل انك اعطيت الفرصه لي. شوف كيف الجمل طلع. اللي بعديها أربعة، cooperation، التعاون، and hard working، العمل الجاد، always، دائما، lead to success، يقوداني إلى النجاح. هاي جمل ممكن تستخدمها وتكون جمل قوية جدا في الامتحان. there are some people، وفي بعض الناس who claim، يدعون بأن مثلا الانترنت is very bad. ليش؟ انت بصير تحلل ليش. نعم هلا ممكن تبدأ بدايات beginnings، أنا معطيك beginnings مثلا، طلع مثلا بدايات مهمة للمقالة وللكذا. modern society، المجتمع، has changed so much، يعني تغير كثير، ذات بحيث انه تغير، انه صار كل واحد عنده تلفون، صار كل واحد يستخدم الانترنت. نعم هلا لاحظ رقم اثنين مثلا، over the years over the years، يعني خلال السنوات، mankind، الجنس البشري، has recognized، يعني أدرك the need، الحاجة for مثلا internet، for اللي هي السوشيال ميديا وهكذا. فهمتوا كيف؟ هلا طلع هاي beginnings. هلا الendings كيف ممكن تنهي انت؟ زي ما حكينا هناك، تتذكروا finally في النهاية. endings ممكن تنهي مثلا to sum up، لنلخص، الخلاصة، I strongly believe that، انني اؤمن بقوة، all in all، أخيرا وفي النهاية، زي finally، I believe that it is the responsibility، إنه مسؤولية of the state يعني government، اللي هي الحكومة، to، أعتقد إنها مسؤولية الحكومة. يعني هاي جمل مساعدة ممكن أنت تستخدمها في موضوع الإنشاء وتساعدك. هلا أنا كمان حطيت لك بعض الكلمات المهمة اللي تستخدمها لمواضيع الإنشاء وبتفيد في إن شاء الله في مواضيع الإنشاء كلها، وكلمات ممكن الواحد يحفظها. phenomena اللي هي ظاهرة، reduce تقلل، لاك نقص، سفر يعاني، افكت يؤثر، بوليوتد ملوث، سولف نحل، يعني وي ونت تو سولف ذس بروبلم مثلا، جلوبال عالمي، فاسيليتيز تسهيلات، كوميونيتيز مجتمعات، اوفر كراودد مثلا مزدحم. هاي كلمات ممكن تفيدك بس مش بالضرورة انك تستخدمها كلها، يمكن جزء منها يعني او بعض الكلمات. سبورت مثلا يدعم، شورتيج برضو نقص زي لاك، harmful معناها مضر، economic situation اللي هو الوضع الاقتصادي، negative effects اللي هي التأثيرات السلبية، و awareness campaign اللي هي حملات التوعية، وميديا اللي هي وسائل إيش الإعلام، cause diseases اللي هي تسبب أمراض، يعني ممكن إذا جانا موضوع عن الصحة نسبب أشياء بتسبب
الأمراض. financial معناها مالي، وenvironment اللي هي معناها البيئة. وهي الكلمات ممكن تساعدني في الموضوع اللي حكيناه، اللي هو شكله زي ما انتم شايفين أمامنا. ممكن يعني أكتبها هون على شكل نقاط مهمة جدا في عملية اللي هي إيش، عملية المين بادي. وهيك بكون هذا الموضوع وكيفية كتابته للي بده يجيب علامة. هلا في ناس بقول لك أنا بعرف أكتب، لو كتب من عنده ما في مشكلة، لكن عم نحاول نساعد قدر الإمكان ونحصل علامات قدر الإمكان، والله وفقه إن شاء الله وتجيبوا علامات ممتازة. والله يعطيكم العافية.